تمام. انا نجلاء من محافظه اسماعيليه ومحافظه ابو سويل. حضرتك انا دلوقتي انا ما عايزه مدير الامن يسمعني، انا عايزه وزاره تسمعني، انا مدينه المستقبل. انا دلوقتي واحد عايز يتجوزني وانا مش موافقه بيه، ومتهجم عليا ومتهجم على اختي، وسرق بيتنا كله، وسرق ذهبي وسرق فلوسي وسرق تليفوني وسرق حاجتنا كلها، ومتهجم علينا ومتهجم على اختي ومتهجم على والدتي، وكان عايز يغتصب اختي وجرجر اختي من الدور الثاني للدور الارضي وتحت، ومحدش عايز يورينا الكاميرات، ومحدش عايز يدينا كاميرات خالص، ومفيش حد عايز يقف جنبنا، ومهدد الناس ومطلع الزكان وضرب بيه ضرب في الحته كمان نار، ومفيش حد عايز يساعدنا، وكل حد يساعدنا ويقف جنبنا يروح بيته ويهدده وياخد اسلحه ويهددها، ولحد دلوقتي قاعد هو ورجاله تحت النسله. الناس حقك قبل ما تبقى زي الزيره. ايوه مفيش حد عايز يساعدنا، مفيش حد عايز يساعدنا. انا عايز الناس كلها تساعدني قبل ما اوصل لمرحله نيره. انا عايز اي حد يشوفني يساعدني قبل ما اخش مرحله نيره. انا خلاص انا كده بجيبك مرحله نيره. انا لو روحت بيتي هبقى زي نيره. ده انسان عايز يشوفني فين عشان خاطر يلحقني. قال لي الناس كلها اي حد يشوفها يجيبها لي. انا مش هسيبها، انا هاخدها واخطفها، مش هوريها لاهلها، انا مش هخلي عليها يشوفها تاني. حضرتك انت مهدده، انا مهدده، انا مش عارفه اخش بيتي. الناس كلها بتقول لي اوعي تيجي، اوعي تيجي المستقبل، اوعي تنزلي المستقبل. لو نزلت المستقبل هتبقى زي النيره، هيبقوا ماسكينك ماسك مذبوحه تحت العماره. هو قاعدك تحت بالاسلحه وماسك الزكام ومش خايف وعمال يضرب نار في الحته. مفيش حد عايز يجيب، مفيش حد عايز يعمله. حضرتك انا بنشاهد المسؤولين كلهم، وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه. يا رئيس، يا جمهوريه، يا رئيسنا، الحق بناتك، الحق الغلابه. الغلابه اللي ما لهمش غيرك. انا بستنجد بيك، بستنجد بيك يا رئيس الجمهوريه. واخده معاها اربع عيال في حالها اتضربت من دون اي ذنب. يا رئيسنا الحقني، انت وزير الداخليه ورئيس امن اسماعيليه، يا حكومه الحقوني، يا حكومه الحقوني. اللي انا فيه ده حرام. يا حكومة انا بستغيث بيكوا قبل ما تحصل تطورات اكتر من كده. يا رئيسنا انا بستغيث بيك، انت وزير الداخلية.